أول شيء نفهم شو هو الفساد بشكل كتير واضح. نشاطات السياسية اللي قادرين الشباب يفوتوا فيها أو ينخرطوا متعددة قدامهم، الخيارات موجودة، مثلاً الانخراط بحزب موجود، إنشاء حزب جديد، القانون بيسمح لهم بهالشيء فوق عمر محدد وغيرها من الأمور، أو حتى مش العمل كأحزاب، العمل كمجموعات ضغط، كلوبينج، كمشاركة بمجموعات المجتمع المدني اللي ديجا قائمة وعم تشتغل على قوانين إصلاحية، يتبنوا هالقوانين، يشوفوا أي وحدة بتشبههم وبتشبه تطلعاتهم ويدعموا بإمكانياتهم المتاحة هيدي القضية. في كمان عملية إقصاء ممنهجة للشباب عن الحياة السياسية، لأنهم عم يسألوا، لأنه عم بدهم يوصلوا لأجوبة، لأنه بدهم التغيير، عم بيلاقوا فيه عملية إقصاء من الحياة السياسية، عم بيلاقوا الخيار قدامهم المتاح هو الهجرة والسفر. فنحن اليوم عم نقول لهم لا، قاوموا بطريقتكم، كونوا موجودين ببلدكم، وسبل الدفاع عن قضيتكم والدفع باتجاه قوانين إصلاحية متاحة، ونحن هون موجودين كرمال نسندكم بهيدا الاتجاه، وكرمال نقول إنه في أمل موجود والأمل فيكم، خدوا بس المبادرة والخيار للانطلاق بهالقوانين الإصلاحية ودعمها. الفساد هو متشعب، لما أنت تحارب الفساد اللي موجود جواتك واللي هو بقول أنا ما فيني غير الفساد لوحدي، تبلش أنت بحالك وتنشر هيدي الثقافة الموجودة اللي بسموها transparency mindset، هيك أنت بتحارب الفساد. أهم شيء يصير التعامل بشفافية وبوضوح كتير تام وبمصداقية بين بعض. عم بيصير في كتير تغيرات بسبب أنه في ضغط السوشيال ميديا على السياسيين، على الدولة، على على وعلى 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 أنه يرفضوا أعمال الفساد اللي هي الرشوة، التمييز، الحصانة والوسائط. Small steps change the system.